افتتح الملياردير إيلون ماسك مصنعاً جديداً لشركته تسلا المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية في أوستن بتكساس في احتفال حضره الآلاف وبدا أشبه بحفلات نجوم الموسيقى. ويقع المصنع المسمى جيجا تكساس على أرض تعادل مساحتها 100 ملعب كرة قدم. والمصنع الذي بدأ تشغيله منذ نهاية عام 2021 هو خامس مصنع ضخم تابع لتسلا، إذ تملك الشركة 4 أخرى في نيفادا ونيويورك وشنغهاي وبرلين. إنه مصنع السيارات الأكثر تطوراً على الإطلاق. واستعرض الفريق العامل عدداً من منتجات الشركة المستقبلية كسيارة سايبر تراك الكهربائية التي سيبدأ إنتاجها عام 2023 والروبوت أوبتيموس الذي سينجز ما لا يرغب البشر بالقيام به. ووعد ماسك مجدداً بتصنيع روبوت تاكسي مستقل بشكل كامل.